مرحبا. بعد شرح عضلة الكتف حان الوقت لنتطرق إلى عضلة البايسب. العديد من لاعب كمال أجسام يعانون من ضعف عضلة البايسب رغم التدريب والنظام الغذائي المتكامل، وحتى من لجأ للعب مرتين في الأسبوع رغم ذلك النتائج ضعيفة. هذا الفيديو بسيط، فقط تابع الفيديو وافهم الشرح، وأهم شيء ركز في التمرين لتفادي الأخطاء. قبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما لنا، إذن على بركة الله. أهم نقط إبراز عضلة البايسبس هما التكرارات الأخيرة، فلا تتهاون بها. إذن التمرين الأول، يستهدف هذا التمرين عضلة البايسبس من كل النواحي. يلعب على كرسي مائل، 3 مجموعات والتكرارات من 10 إلى 15. هذا التمرين مناسب لمن يعاني جهة أكبر من جهة، حيث يلعب كل يد منفردة ويركز على العضلة أكثر. 3 مجموعات والتكرارات من 8 إلى 12. التمرين الثالث، جرب لعب هذا التمرين. هذا التمرين أحد أفضل تمارين لتكبير وتضخيم عضلة البايسبس، حيث يساعد على إبراز العروق وتكوير عضلة البايسبس بسرعة. التمرين الرابع، هذا التمرين يستهدف أكثر عضلة البايسبس السفلية، ويلعب بوزن فوق المتوسط ويساعد من الرفع من قدرة التحمل. 3 مجموعات والتكرارات من 8 إلى 12. التمرين الخامس، نفس التمرين لكن يلعب على الكرسي لضمان لعب عضلة البايسبس 100%. حاول اللعب ببطء، 3 مجموعات وتكرارات من 8 إلى 12. آخر تمرين، يستهدف هذا التمرين عضلة البايسبس وعضلة فومبرا، ويلعب على متن مثبت اليد. 3 مجموعات وتكرارات من 8 إلى 12.